وفي بالي طلعت صفر، طلعت اقل من 5%، ان شاء الله بتطلع 449 بال 10000 او 99 بال 10000 او حتى 50 بال 1000 تعتبر سيجنيفيكانت، 5% واقل سيجنيفيكانت. طيب هذا الون سامبل. طيب الان بنجي كومبير مين انالايز كومبير مين اندبندنت سامبل، بدي اشوف هل في فرق في العمر بين الذكور وبين الاناث ولا لا. عندي ذكور انهم اعمار، عندي اناث انهم اعمار، هاي الاعمار انها مين كونتينيوس فاريبلز. هذا الاندبندنت سامبل تيست. فالاندبندنت سامبل تيست شو بدي افحص انا؟ الايج لمين؟ للذكور والاناث. وين الذكور والاناث؟ هاي الجندر الجروبينج فاريبل. هون بس بدي اياك تنتبه في شغله راح نسويها احنا ضروريه جدا ومهمه، انه انت الذكور والاناث شو عرفتهم لما دخلت الداتا؟ واحد واثنين، ممكن تعرفهم ثلاثه واربعه، ممكن تعرفهم صفر وواحد، فشو عرفتهم بتحطهم؟ فجروبينج فاريبل ديفاين جروب مجموعة الأولى كم أعطيتها أنا رمز الليل؟ واحد. مش يعني واحد تحط واحد، لا، زي ما أنت دخلتها ممكن تحط صفر واحد، ممكن تحط 12 13 ما في مشكلة. والجروب الثاني الفيميل أعطيته رقم اثنين وبقول كونتينيو أوكي، بطلع عندي الاندبندنت سامبل تيست على المين ايج بين الذكور وبين الإناث. هاي يقول لك يا حبيبي هاي الايج تبعها الجندر ذكور إناث. الايج اوف ذا بيشنت للذكور اللي كان عدده 28 طلع 48، وهذا الستاندرد ديفيشن وهذا الستاندرد مين. للاناث عددها 36 المين كان 50 اعلى، الستاندرد ديفيشن قد ايه والستاندرد اوف ذا مين هالقد. الفيميل اكثر من الميل حوالي سنتين تقريبا، هذا الفرق هل هو فرق يعتد به ذو دلاله معنويه ستاتستيكال سيجنفكنس في فاليو اقل من 5%؟ بنشوف. هاي التست، هذا هو التست. في التست بالانساب اشرح لك اياه بعد شوي. التي كيف قيمتها؟ ناقص 4/10. ديجري اوف فريدم 62، ليش 62؟ لان عندي عينتين انا، واحده 28 وواحده 36، فبقول ان 1 زائدا ان 2 ناقص 2. تقريب معادل الحل ناقص 2، فبطلع degree of freedom 62. ال p value هاي significant total طلعت 68%. ايش هو ال f test 60؟ ها؟ ال f test 60؟ ايش فاهم؟ ال f test 60؟ لا أنا قلت لك ال f test خليها، ليش ضيع وقتك؟ قلت اصبر هسه بشرح لك اياه. هو هذا جوابه في الشيء اللي قلت لكم اصبروا اشرح لكم اياه. اذا هاي التي وهاي الديجري اوف فريدم وهاي السيجنفكنس اوف بي فاليو 68. وات از يور ديسيجن؟ انت خيوم. اكسبت ذا نام هايبوثيسيس لانه البي فاليو اكثر من 5% عالي جدا ممتاز. يعني ما في فرق في العمر مين ايج بين الذكور وبين الاناث. زملائكم سألوا سؤال مهم، هاي في البي فاليو ثنتين والديجري اوف فريدم ثنتين، حتى هاي واضحه مبينه 62 اللي 64 ناقص 2، مش يادي 50 منين لك شو هذا؟ هذا بدك تركز معي شوي. الاف تيست، الاف تيست زي ما هو معروف بالانوفا وبالريجريشن اناليسيس هو تشيك ذا اوفر اول سيجنفكنس اوف ذا موديل. هل هو يعني قبل ما انت تخش على التست نفسه هل هو الموديل كلياته سيجنفيكانت ولا لا؟ هذا بالاندبندنت سامبل تيست. اذا بترجعوا معي للوراء اذكركم، قلت لكم يا جماعه هاي المعادله اللي اعطيتكم اياها اكس بار ناقصا ميو او الاكس بار مرتين يعني ناقص المين اوف ذا مينز على الستاندرد ايرور اوف ذا مين، ها اللي هو الستاندرد ديفيشن اعتذر عنه، بعطيك من تكتيك بالاندبندنت سامبل تيست في حالة إنه هذول العينتين المستقلتين الذكور والإناث أنا افترضت إنه إلهم same variance equal variance، وهاي معادلة. أما إذا كان ال variance بيختلف الذكور عن الإناث ما تأسيومت إلها قصة طويلة ومعادلة كبيرة راح تتوهكم وضيقكم وعفيتكم منها.
فيها لانها معقده. الان نضطر نمر عليها مرور الكرام بهذا الصفر. شوف كيف تختار وين السل في فاليو. طبعا مستحيل تكون هاي سيجنيفيكانت وهذه نات سيجنيفيكانت، مستحيل. يعني بالعاده هاي سيجنيفيكانت هذه تكون سيجنيفيكانت، او الثنتين نات سيجنيفيكانت. نادر جدا انه يعني اذا بقوا واحد من القراءات تكون هاي سيجنيفيكانت، بس كقيمه لما اطلبك اياها مثلا واجيب لك سؤال حط هاي خيار A وهاي خيار B، اي واحد بتختار بناء على الافكس. افكس قيمته 6.5، البي فاليو تبعته 13 بالالف. اكسبت ولا ريجكت لما يكون في ست هون؟ ريجكت. 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 شو معنى ريجكت لما يكون في ست؟ يعني there is difference. I'm not equal. وبما انه الافكس 6.5 والبي فاليو بالضروره لازم تكون significant، بس هذا عالي. اهم شيء عند البي فاليو خذ significant. يا هذا شغلات متزامنات، يعني كاي سكوير لما يكون قيمته عالي اكيد البي فاليو يكون قليل، والبي نفس الشيء لما يكون عالي او الاف يكون البي فاليو قليله تكون significant. عرفت؟ ليش بقول لك عالي؟ هلا بقول لك دائما بقابل كالكوليتد بالكريتيكال، اذا كانت كالكوليتد اكبر من الكريتيكال. كل ما كانت قيمه التست اكثر كل ما كانت البي اقل، وبالتالي تكون statistically significant. انا بلقي نظره سريعه هون ارجو انك تفهمني من الكلام اللي انا بحكيه. برجع لك تست عشان اعرف اي رقم اوقف. في هاي ولا هاي؟ يعني مختلفة. بقول الأفضل بدي البي فاليو 13 بالألف أقل من 50 بالألف، إذا statistical significance I reject them on my hypothesis، معناته I accept the alternative. Alternative says that there's a difference. This means that equal values not assumed. أنا مين بتسوي؟ معناته بقرأ هذا الصفحة.